السلام عليكم دكاترة سنة رابعة المحظوظين. أنا سعيد بصراحة إن أنا هدرس للدفعة أو هشوف الدفعة اللي عدت من سنة ثالثة من غير امتحانات، سواء كان امتحان أونلاين عندنا في الأزهر أو كان في عين شمس أبحاث. بصراحة أنتم المفروض يعني تشغلوا القرآن عندكم في الجروبات بتاعة الدفعة، لأن الناس اللي اتخرجت أساسا من 10 سنين بتحقد عليكم، الناس اللي ما شافتش ليالي الباثولوجي ولا ليالي الفارما. بس برضو بحب أقول لكم إن الناس اللي من الدفعات القديمة اللي امتحنت سنة تالتة أصلا بيقولوا على رابعة إنها مش راضية الطب خالص، فما بالكم بقى بالناس اللي عدت من سنة تالتة كده. وبرضو أحب أبشرك وأقول لك إن كنت فلتت من الفارما من غير امتحان، فالتوكسو بيرحب بيك. إحنا حوالي في التوكسو عندنا في إحنا هناخد برضو الفيديو ده عبارة عن أوفر فيو على الفورنسيك والتوكسيكولوجي، بحيث إن الفيديو ينزلك قبل الدراسة بحيث تاخد فكرة عامة عن المادة، تمام؟ فأنا بقول لك برضو إن كنت فلتت من الفارما فالتوكسو بيرحب بيك، لأن التوكسو عندنا حوالي 70% معتمد اعتماد كلي على الفارما. يعني مثلا هناخد الدراجز اللي خدتها في السي بي اس ده، ديتاريز، بيتا بلوكر، ترانسيشن بلوكر، ماتريس، الحاجات دي كلها اساسا احنا هناخدها تاني. هناخد ميكانيزم اوف اكشن، بس هناخد الكلينيكال بيكتشر من حيث بقى الميكانيزم اوف اكشن هطلع منه الكلينيكال بيكتشر بتاعت التوكسيكولوجي، هو بيشتغل ازاي زي ما اخدت في الفارما. بس لو خدته بجرعه عاليه فايه هي الاعراض اللي هتظهر عندي او انا هشوف ايه، ثم بعد كده هبدا اعالج العيان، تمام؟ فانا هعتمد اعتماد كلي يعني في التوكسيكولوجي على المعلومات اللي عندك في الفارما. فالناس اللي ذاكرت ما تزعلش على المذاكرة بتاعتها، والناس اللي ما ذاكرتش تحاول تشد، لأن التوكسيكولوجي بصراحة هتحس إن أنت بتعيد الفارما يعني. لأن أنا هاخد برضو سي بي اس كل الأدوية تقريبا اللي أنت أخدتها، ثم برضو السي إن اس، هاخد الأنتي سايكوتيك والسيرت هيبنوتكس والأنتي إبيليبتكس وحاجات كتير برضو ريليتد للسي إن اس، وناخد الأسبرين، باراسيتامول، أتروبين، أنتي هيستامينيك. فهتلاقي مواضيع كتير، حوالي 70% من المنهج اللي انت اخدته في الفارما هعيده تاني في التوكسيكولوجي، ولكن بقى بحاجات سبيسيفيك للتوكسيكولوجي، مش بنفس التفاصيل والتوسع اللي انت اخدته في الفارما، ولكن بحاجات هتخصنا في التوكسيكولوجي. مثلا اللي انا هحتاجه من الفارما الدواء كان بيشتغل ازاي، عشان من هو طريقة الشغل بتاعته هطلع الكلينيكال ميكشر بتاعته، وبالتالي الاكزاجيريشن بتاع الكلينيكال ميكشر اللي انت اخدته هو ده التوكسيكولوجيكال ساين او هي العلامات بتاعت التسمم هذا ده. ثم المانجمنت انا هاخده في جنرال توكسيكولوجي. فانا عندي في التوكسيكولوجي ببدا بجنرال زي ما انت اخدت في الفارماكولوجي، جنرال ببني عليه كل التوكسو بعد كده. والجنرال من الحاجات المهمه، واحنا برضو هنبص عليها هنقول عليه برضو التفاصيل بتاعته ولا الحاجات المهمه فيه. ثم بعد ذلك عندي برضو دروس سبيسيفيك في التوكسيكولوجي. برضو انا بقسم برضو التوكسيكولوجي برضو زي ما كنت بتقسم الفارما جنرال وسيستماتيك، حاجات بقى سيستماتيك بقى او حاجات سبيسيفيك ريليتد لمواضيع معينه زي الكوروسيف، الاورجانوفوسفورس كومباوند اخدت عنها فكره، برضو الدراج ابيوز والادكشن والادمان والحاجات دي كلها هنتكلم عنها بتفصيل، وهناخد برضو عنها فكره دلوقتي واحنا بنمر في الكتاب. بس برضه هنقول فكره زي ما احنا بنقول الفيديو ده هنزلك اول السنه، برضه بعد ما اطمننا احنا كنا عاملين مراجعه للناس السنه اللي فاتت هم طلبوها بسبب الظروف اللي حصلت. بصراحه برضه المراجعه ما كانتش زي ما هو مرغوب فيها، لان بصراحه لان الناس كانت يعني ما عندهاش عزيمه. برضه من بعد اخر شهر 4 كله كان عمال يقول امتحانات 30/5 ويرجع يقول لك 1/7، والناس تقول لك لا احنا هنعمل ابحاث. فصراحة ما كانوش محفزين للمراجعة، بس كانت في ناس بتفضل تفضل، فاحنا عملنا مراجعة بسرعة كده وعندك على القناة برضو، وإن شاء الله تابعونا على القناة هننزل برضو سواء فيديوهات أو ريكوردز للمنهج باستمرار بقى على مدار السنة إن شاء الله، على حسب إن كان لينا في عمره كده إن شاء الله، تمام؟ أنت عارف إن في سنة رابعة إحنا على النظام القديم، وبرضه سنة تالتة النظام الجديد هياخد معاك الفورنسيك، تمام؟ فهياخدوا مديول فورنسيك، إنما أنت هتاخد الفورنسيك والتوكسيكولوجيا على النظام القديم، تمام؟ النظام القديم عندنا بتاخد حاجتين كلينيكال وحاجتين، برضه الفورنسيك والتوكسيكولوجيا هو ريليتد للكلينيكال، هي مش مادة زي أكاديمي زيها زي الفسيولوجي. هو عند التوكسيكولوجي ده حاجة تعتبر كلينيكال، تمام، مركز موم ممكن واحد يتخصص فيه بس من غير ما يتخصص في حاجة تانية. وعندي الفورنسيك بيشتغل بيه برضه في الطب الجنائي عندي مع النيابة الإدارية والحاجات دي والجرائم، تمام، والمشرحة الزلم والحاجات دي، تمام. ف
بس عشان الموضوع يعني ان مش كل الناس اللي بتاخد الفورنسيك ولا التوكسيكولوجي بيعتمدوا عليه كانه كلينيكال، فمعظم الناس بيعتبروه كتخصص اكاديمي دراسه فقط وما بيشتغلش بيه بره، بياخد اي حاجه تانية. يعني معظم القسم عندنا دكاتره نساء اطفال باطنه، تمام، وكلهم معاهم ماجستير او دكتوراه في الفورنسيك والتوكسيكولوجي، بس هي ماده تعتبر ماده كلينيكال. تمام، الفورنسيك والتوكسيكولوجي مش ماده هدرسها في سنه رابعه علشان اخدها وامتحن فيها واجيب درجه وارميها. تمام، الفورنسيك والتوكسيكولوجي الطب الشرعي ده الدرع اللي بيحميك من انك تتحبس او تدخل السجن. فعندي مواضيع في الفورنسيك ما ينفعش ان انا انساها مثلا او ارميها، امتحن فيها وارميها، لانك هتفيدك بعد كده في الحياه العمليه، تمام، وعلى المستوى العلمي بتاعك برضو علشان تفيد غيرك او استشارة او اي حاجة من كده برضو. لان مثلا هناخد درس ابورشن، فالاستشارة او الكلام اللي انت هتطلعها هتتحاسب عليه، وممكن برضو تعرفين المشاكل اللي بتحصل دلوقتي في النيابات والحاجات ديت بسبب الموضوع ده والدكاترة اللي بتتحبس، وبيحصل مهما تكون انت مين. ولو استاذ وغلطت مثلا واحدين سقوطة اثناء الجراحة في بطن العين والحاجات ديت، وفي قصص كتير على مدار الشرح هنذكرها من الواقع اللي احنا عايشينه ودكاترة، وحصلت لدكاترة كل الجامعات وأساتذة برضه اتعرضوا لمشاكل. فأنا عندي مواضيع ما ينفعش، حتى الناس اللي امتحنوا الفورنسيك وخلصوه خلال الفترة ديت ما ينفعش مثلا ما يطلعش من الشرع وهو ما يعرفش الدايجنوزس اوف ديس، تمام، ما يعرفش يشخص الوفاة. ده مش بس عشان تحمي نفسك، ده بس عشان ضميرك بس ما تنامش وانت تحس ان انت دفنت شخص حي. وبيحصل وهيحصل، وانتوا بتسمعوا ان ناس كانت اتشخصت انها ميته وهم بيغسلوهم مثلا صح تاني، او هم قبل ما يدفنوه صح تاني. فالحاله ديت ليه عندي حاجات ديفرنشال دايجنوستكس لسه، مثلا السسبندد انيميشن ستيت حاله هناخدها بعد كده، عندي الفايتال ساين بتكون ضايعه خالص، تمام، والدكاتره بتتلخبط فيه ما بيعرفش فرق بين هل هو ده مات فعلا ولا دي سسبندد انيميشن ستيت زي الناس اللي بتغرق مثلا، او يكون الشخص في ديب كوما. فانا في الاستقبال كممارس عام او كده مش هعتمد على الدايليتد فيكسد بيوبل ومش عارف كلاود السكرني، انا عندي بقى تيست بعملها على البرين ستيمس عشان اتاكد فعلا ان الشخص ده مات وما طلعش ان انا اكون شخص حي، او مثلا ده هيفيدك في حياتك يعني على مستوى اسرتك مثلا، لا قدر الله حد يقول لك شخص يعني ده مات ولا مش مات في العيله عندك، يعني تقول له لا ما اعرفش يعني ده لا قدام. وحتى برضه ما تحطش نفسك في موقف تشخص ان الحاله مثلا الشخص ده ميت وهو المستشفى يكون في ديب كوما ولا حاجه، فماشي. فالموضوع برضه مهم ولازم ناخد بالنا منه عشان بعد كده. برضه عندي من المواضيع المهمه برضه اللي بيحصل فيها مشاكل تقارير الاصابه، تمام، لازم تعرف نوع الجروح وحصل ازاي الجرح ده، وتكتب التقرير ازاي، وهل هو الجرح ده خطير ولا الجرح ده فيتال مثلا ولا الجرح ده نافذ ولا دينجرس، وند على حسب تقسيمه، ولا هدي كدمه ولا الجرح حيطاني ولا قطعي ولا جرح تحتكي مثلا، وبرضه الفراكشر انواعها والسكال فراكشر والكومبليكيشن بتاع كل حاجه، وهيحصل له هيلينج بعد قد ايه عشان هتقرب اللي هي جنحه ولا جنايه. ده كله انت بتكتبه في التقرير الطبي وتتحاسب عليه. لو ما عرفتش تكتب التقرير الطبي صح هتتحاسب عليه، والحاجات دي انت بتتعرض ليها وانت ممارس عام سواء في مستشفيات الصحه بره، تمام. برضو عندي اللي هي الإقرارات الطبية، سواء بقى إقرار لعملية جراحية أو إقرار لفحص في عملية الريب الاقتصاد مثلا، أو العمليات اللي هتحتاج مني إقرار زي البيروكتر والإكزامينيشن وغيره والحاجات ديت، فبرضه لازم تاخد إقرار من العيان عشان ما يحطوش في مشاكل. ففي دي دروس هتفيدك بعد كده في الحياة العملية، مثلا درس الأبورشن إمتى ممكن تعمل عملية أبورشن، وإمتى لو عملت عملية أبورشن ممكن تتحبس برضه، فكل حاجة لها الاندكيشن والتقسيمه بتاعتها. فالحاجات دي برضه يا دكاتره لازم نركز. فالطب الشرعي انا بقول لك الموضوع ده، او دي مقدمه للماده، احنا ما بنشرحش حاجه، احنا بنديك فكره عن الماده، اقول لك ان الشرع ده الدرع اللي بيحميه
انك تدخل السجن او تتعامل ازاي مع الحيان من الناحية القانونية، وتكون ماشي قانونيا صح ومتتعرضش انك او ما تخافش من العيانة تعمل كده، وان ده الصح، ومهما يقول بقى يقول لك انا هصورك وهفضحك والكلام ده كله، بس تكون انت سليم من الناحية القانونية عشان ما تعرضش نفسك لمشاكل. طب خلينا ناخد اوفر فيو على الدروس اللي احنا هنقولها كلها في الطب الشرعي من خلال الكتاب. الكتاب عندنا برضه هنبقى ننزل بقى على الجروبات التفاصيل لكل حاجة بيه برضه عشان ما نطولش عليكم في الفيديو. اول درس الايدنتيفيكيشن، الاستعراف او التعرف او احدد هويه شخص ما اقول انا مش عارف. تمام، الايدنتيفيكيشن ده هيضطر مني ان انا اعرف اسماء العظام، ده درس مهم في العملي، فارقام كتير بتتحفظ تنزل في الام سي كيو كتير وعليه جزء كبير من العملي. نصيبه من النظري بيجي مثلا مع الكيس في الامتحان يقول لك ازاي عرفت ان الشخص ده عنده مثلا 16 او 18 سنه، والحاجات دي هنقولها في الشرح وبرضه موجوده في المراجعه وشرحناها كويس الحمد لله، الناس برضو اتبسطت منها من المراجعة على الرغم من انها ما كانتش عجباني برضو الاداء بتاعها. تمام، بس كويس. احنا قلنا الايدنتيفيكيشن زي الاستعراف او الحاجات ديت هنعرف الشخص، بس لازم تبقى عارف اسماء العظام. ابدا الاصفاد العظام اللي موجوده في الاور ليمب او اللور ليمب، ركز بس على الفيمر والهيومرس والريدس والالنا والتيبيا والفيبولا عشان بيجي لك في الامتحان العام يقول لك قول لي ديت رايت ولا ليفت، وحصلها فيوجن امتى، والسن قد ايه، وبرده البيج بون ده في ميل ولا ميل. الحاجات بتاعت الاناتومي هتفيدنا في الدرس ده كويس جدا، والحاجات ديت مهمه علشان العملي. تمام، وبيجي منها سؤال في النظر. الفورنسيك جينيتكس هناخد نبذه بس عن الجينيتكس بيفيدنا في ايه، الدي ان ايه بروفايلنج برضه درس مهم بينزل دايما سؤال الميديكال ليجال امبورتنس بتاعته. الدس من اهم الدروس، زي ما انا شرحت لك اهميه الدس ان انا اطلع من سنه رابعه اعرف اشخص حاله الوفاه صح، علشان ما تفنش شخص حي. فالموضوع ده اللي ضميرك انت بس، مش عشان الامتحان ولا علشان الدرجات. تمام، وثانيا برضه ما تدفنش شخص حي، يعني حرام عليك مثلا انك هتدفن شخص لسه حي وتدفنه بالحياه يعني. وحصلت ناس مشهورين برضو منهم من مصر، انا مش فاكر اسمه تقريبا، وبعد كده لما جم يدفنوا بعد ما مات ودفنوه، جم يدفنوا الشخص اللي بعد كده لقوه قاعد على السلم بتاع القبر بتاعه. تمام، فده ان هو صحي وطلع وفضل يخبط محدش سمعه لما مات. وهناخد برضه الاكسكلوجن والديفرنشال دايجنوستس والحالات، والدرس ده مهم. بيتبعوا في نفس الاهميه البوست مورتم تشينجز، الدرس ده لازم ينزل منه سؤال في الامتحان سواء الديس او البوست مورتم تشينجز او الاثنين، هما شابترين مفصولين بس الاثنين مهمين عندي. تمام، التغيرات اللي بتحصل بعد الوفاه بقى سواء الجسم بيبرد بيزرق بيتخشب الحاجات دي كلها دي مهمه برضه، فده الدرس ريليتد للدرس بتاع الديس. تمام، ده كده خلصنا اول 3 شباتر. بعد كده الشابتر بتاع الوونز الجروح، قلت زي ما قلت لك من الدروس المهم عشان اعرف اكتب تقرير الاصابه صح، لازم يبقى عارف اسماء الوونز، ولازم افرق واعرف الكومبليكيشن، واعرف ان الجرح ده هيلم في قد ايه، اقل من 20 ولا اكتر من 20، عشان افرق بين الجنحه والجنايه، وده هيترتب عليك وهتلاقي انت مشاكل كتير لو وقفت في الاستقبال بسبب الموضوع ده. هتحس ان الراجل اللي جاي يعمل تقرير طب عاوز تكتب له ان الاصابه لازم تعدي على 20 عشان ياخد فيها جنايه او حبس مشاكل وما الى ذلك. وهنقول بعد كده باختلاف الانواع بتاعه الوند سواء الليجال او الميديكال ليجال كلاسيفيكيشن ليها. والدرس كله شرح من الدروس المهمة، والدروس الكبيرة عندي هي والكومبليكيشن بتاعته. تمام، فهنركز على الدرس ده برضه إن شاء الله في شرحنا خلال المنهج. بعد الكومبليكيشن بتاعته هتلاقيك أنت أخدت معظمها في الباثولوجي، فالموضوع سهل سواء هيحصل له هيمروش شوك امبوليزم فيلير والحاجات دي كلها أنت أخدتها في الباثولوجي، فالموضوع هيكون من المواضيع المهمة. برضه الانجل في سبيشال اورجانز المهم فيه بس اللي هي النيك انجلز، عشان افرق بين السوسايدال والهوميسايدال والكاتستروف، الجرح القطعي في الرقبة سواء هل هو ده انتحار ولا هل هو واحد قتله عن طريق الجرح. تمام، فسواء كان سوسايدال او هوميسايدال، سوسايدال ده انتحار، هوميسايدال ده واحد قتل واحد، وبرضه هيفيدنا يعني الموضوع
هتلاقيه برضه شاكك وانت بتدرس الحالة. انا بدي افرق على الراجل ده انتحر ولا الراجل ده حد قتله ولا الموضوع ده حصل بسبب حادثة. فانت هتلاقي ان الشرعي لذيذ وسهل وشاكك، عشان كده انت مش هتحس برخامة زيه زي التوكسيكولوجي. التوكسيكولوجي عشان ريليت لجزء كبير من الفارما، والموضوع بيكون برضه مش بنفس التشوق والإثارة الموجودة معاه في الشرع، فتلاقي الموضوع ده بيكون برضه تقيل على الطلبة. بس إن شاء الله هنحاول نكون خليه في صورة سهلة إن شاء الله. هيد إنجريز من الدروس المهمة إصابة الرأس، سواء بقى ريليتد للسكالب أو سواء ريليتد للبون أو سواء ريليتد للبرين، تمام؟ فالهيد إنجريز كل المواقف بتاع البرين، سواء السكالب إنجريز، تمام؟ هنقول فيها كل الوندز اللي احنا خدناها في الدرس قبل كده. فاحنا في طريقة شرحنا بنقول الدرس اللي قبل الدرس التاني اللي هيعتمد عليه، احنا هنشرح الوندز الأول علشان هنعتمد عليها بعد كده في الدروس اللي بعد كده. يعني سكالب انجريز هنقول كل الوندز ونطبقها على اللي حصل في السكالب، تمام؟ السكالب فراكتشر، البون ده من الموضوع سواء بقى كان فيشر فراكتشر ولا ديبريست ولا كوميونيتي فراكتشر ولا فيشر فراكتشر، انواع الكسور والجمجمه برضه هتتشرح، ومن المواضيع المهمه برضه علشان العمل برضه موضوع بينزل برضه الجمجمه في العمل، سواء بقى كان عندك او سي او سواء كان زيك عينات عندنا وبتدخل عليها في الامتحان. ثم البرين انجريز بقى الانترا برينيال هيموريج، سواء بقى الهيموريج بقى النظيف اللي بيحصل في الراس، عندي سب ديورال اكسترا ديورال سب اراكنويد انترا برينيال، تمام؟ فالموضوع برضه هيشرح، وانت تقريبا اخدت الموضوع ده. بس اللي هيهمنا بقى السيريبرال كومبريشن وعندي الكونكشن، تمام؟ الكونكشن اللي هو ارتجاج المخ، تمام؟ وبيدخل بعد كده يسيب انترفال وكومبريشن. انا مش هصدع دماغك بالتفاصيل الموجوده في الشباتر، انا بديك بس فكره على الشباتر اللي هتاخدها، وبعد كده الشرح كل شابتر هتشرح هتفهم اللي فيه وايه اهم المواضيع اللي فيها. برضه احنا بنحط عليها ملحوظه، والدروس اللي هتيجي فيها أسئلة اسمي بنحط عليها برضه علشان تاخد بالك وانت بتذاكر. ونمسك الفار ارم انجريز من الدروس المهمة معايا في العملي والنظر، تمام؟ بيجي لك عندك الفار ارم انجريز العيارة النيرية، لازم برضه تفرق لي بين انواع الاسلحة والسلاح ده اوتوماتيك ولا مش اوتوماتيك، والسلاح ده لونج ولا شورت. وبيجي لك العيار الناري، ولازم تعمل عليه كومنت بقى، مثلا يجي لك الطلقة تقول لي الطلقة دي بتاعت ايه، و او يجي لك الباودر وتقول له بتاع ايه في العمل. في الدرس ده مهم ان العمل برضه جدا معانا الفاير ارم انجريز بالتفاصيل الموجوده فيه بقى كلها. برضه انا مش هتطرق التفاصيل في الموجوده في كل شباتر علشان الفيديو ما يكونش طول عليك. الفايلنت اسفيكسيا من الدروس المهمه، الاسفيكسيا عندي اللي هي الاختناق او الخنق، تمام؟ ولكن فايلنت نتيجه وجود العنف، تمام؟ مش هتجيب واحد اتحبس في اوضه واتخانق عشان ما فيهوش الاكسجين وتقول له ده فايلنت اسفيكسيا، لا ده حصل بسنة الهيوكسيا والانوكسيا، تمام؟ وهنفرق بين الانوكسيا الهانجنج، هناخد الشن سواء او واحد خنق نفسه، والسترانجوليشن واحد خنق واحد بحب، وهناخد برضو سلوتلنج واحد خنق واحد بايده، وسموثرينج واحدة أو واحد خنق حد إن هو قفل الإير باسج بمخدة أو غيرها بقى كيس واحدة شورت مثلا، وعندي كمان اللي هو الدرونينج الغرق، تمام؟ فنتكلم بالتفاصيل بالتفاصيل كل حاجة في ميعاد. الفيزيكال انجريز ده برضو حاجة برضو ريليتد لينا ناخدها، بس مش بنفس أهمية الدروس التانية. عندي برضه فيها حاجات مهمة زي الجروح، الحروق عندي لازم أعرف درجة الحرق قد إيه، ولازم أعرف الإكستند بتاعته المساحة اللي هو في الجسم كل دكتور زارون اثنين، والخروج فناخدها كده كده بالتفصيل في التوكسيكولوجي، اكسبوجر تو هيت سيستميك المس، يعني الهيت ستروك والهيت سنكو والهيت كرامز، ده تاخدها كده كده في الكوميونتي، تمام؟ الالكتروكوشن الصدمه الكهربائيه دي برضه مهمه لينا، والصحافه الكهربائيه الدروس المهمه بتنزل في العملي. برضه في كل شباب ترفع حاجات مهمه وحاجات مش مهمه يعني فيها السكشوال اوفنس العنف الجنسي، برضه اشهر موضوع فيه اللي هو الريب الاغتصاب، ومن الدروس المهمة ولازم ينزل فيه سؤال كل سنة، تمام؟ بتسأل كتير، بس السنة دي
ربنا رحم الدفعة من الشفوي تمام السنة دي، فبرضه الامتحانات كانت سهلة برضه ومن المتوقع. الفيرجينيتي العذرية تمام، فبرضه هناخدها، متكلمش الحاجات دي بالتفصيل برضه نقول المهم فيها. البريجنانسي والدليفري والابورشن، أهم حاجة في الابورشن طبعا علشان المشاكل اللي بتحصل فيه، ولازم بعد برضه كده من الحاجات برضه اللي ممكن تتصير أشخص إزاي بريجنانسي، اشخص ازاي الدليفري، ولا هو اولد ولا ريسنت، وممكن واحده بتزور مثلا اختبار حمل، او واحده تدعي لواحده انها كانت حامل وعملت لها ابورشن، فبرضه الموضوع بيدخل مني في الناحيه القانونيه بسبب المشاكل اللي بتحصل، والمحاضر الناس بتعملها مع بعض بسبب المشاكل كده، او واحده تدعي انها خلفت عشان تورث اكتر، والحاجات دي كلها نقرا لها. التشايلد ابيوز، إساءة استخدام الأطفال، وبقينا بنسمع عنها كتير سواء بقى في السوشيال ميديا بالموضوع اللي بتنزل، سواء الموضوع كان فيزيكال ولا على المستوى النفسي ولا على المستوى السيكشوال ابيوز، وبنسمع الحاجات دي كتير. المانشون زين سندروم هنتكلم برضه عنها من الحاجات المهمة، والشيكنجون سندروم، الانفانت ديث برضه من الدروس المهمة، ومن الحاجات اللي هي الالكترونيك ليرنينج برضه، عشان عين شمس الالكترونيك ليرنينج برضه حطيناها كلها هنا برضه علشان يبقى الموضوع متكامل ونفس ترتيب الكتاب والشباتر. الانفانت سايد اللي احنا قلنا نشوفها من واحده مثلا ربنا لازم قلبها الرحمه ترمي ابنها ولا حاجه، وزينا بقينا بنشوف الايام دي كتير. فهي من انت تشخص الواد ده عنده كام سنه، هل هو اصلا اتولد حي ولا اتولد ميت، عشان هل هو اعتبرها جريمة ولا هو اتولد ميت وخلاص تمام. فبرضه هنتكلم بتفاصيل وقتها. التوشر التعذيب الجسدي مش ما بنزلش في الامتحانات، وده تجميع تقريبا لكل المواضيع اللي اتكلمنا فيها، والراديولوجي برضه ما بنزلش في الامتحانات. البلاد ستينز مش مطلوب من كل الناس، كل الجامعات عندنا البنين مش موجود منهم، وده من الدروس للعملي إذا كان مطلوب منك في العملي تمام. والترانسبورتيشن انجريز برضو بتتلغي، مش مطلوبة من كل الناس تقريبا كده. الشرعي خلق الميديكال ريسبونسابيلتي، ده بقى بنعتبرها حاجة أو موضوع لوحده خالص، اللي هي المسؤولية الطبية، وزي ما قلنا الإقرار الطبي من الشباتر المهمة اللي هتفيدك بعد كده في حياتك بقى بعد كده، وهي هي أخطاء المهنة والحاجات دي كلها، وانت وهي هي الأخلاقيات الطبية والحاجات دي كلها بعد كده، زي ما موجودة كل جامعة ليها وبتاع خاص بيها غير التانية، ده من عين شمس ده من الستاندر بتاعنا. وبعد كده كل جامعة بينزل لها ورق متاح لهم، سواء بنات عندهم حاجة خاصة بيهم أو بنين برضه بينزل لهم ورق خاص بيهم من الدكتور، وإحنا برضه بننبه عليه ومنزلونه على الجروب عندنا برضه ورق الدكتور اللي بيشرح الريسبونسابيلتي. كده خلصنا الفرنسيك. هنتكلم عن التوكسيكولوجي، زي ما قلنا إن التوكسيكولوجي 70% منه بيعتمد اعتماد كلي على الفارما، عندي حاجات 30% حوالي 30% من المادة سبيسيفيك للتوكسيكولوجي، وبال 30% السبيسيفيك للتوكسيكولوجي اركز عليهم جامد، لان 30% من لازم ينزل من كل حاجه فيهم اسئله تمام. مواضيع التوكسيكولوجي اكبر بكتير من الفورنسيك، والطلبه بتستصعب التوكسيكولوجي عن الفورنسيك خالص، فنركز على الجنرال توكسيكولوجي زي ما قلت لك، ده حاجه انا ببني عليها التوكسيكولوجي كله، زي الجنرال مانجمنت هتعامل ازاي مع اي حاله، اي حاله مسمينه جاليه الاستبال هتعامل معاها ازاي، واعمل لها ستيريلايزيشن عشان احاول امركز السموم، او هقدر اعالجها في المستشفى اللي انا شغال فيها هتعامل معاها. فالموضوع ده هيهمني في كمستقبلا ازاي اتعامل مع الحالات اللي جايه متسممه الاستبال عندي. ولازم افرق بين الفورنسيك توكسيكولوجي، انا ما بشخصش ان الحاله اللي اتوفت بسبب توكسين زي ما احنا كنا بنتكلم في الفورنسيك، انما انا بدرس الكلينيكال توكسيكولوجي. الكلينيكال توكسيكولوجي اللي انا بدرسه ان انا ازاي اشخص الحاله وازاي اعالجها تمام، لان ده هيفيدني وده اللي هيفيدني بعد كده في الحاله العمليه، انما بعد كده اشوف الشخص ده مات من توكسين ولا مش مات من توكسين، ده ريليتد لا
الفورنسيك توكسيكولوجي وانا مش هدرس الفورنسيك توكسيكولوجي. في الجنرال، الجنرال من الشباب المهمه، شباب خالص في التوكسيكولوجي. التوكسيكولوجي عليه 100 درجه من 200 درجه بتوع الماده. التوكسيكولوجي بينزل عنده، عندنا في البنين بينزل حوالي في الميد راوند او الميد يير، بينزل سؤال لوحده عليه 20 درجه من الميد يير من الامتحان 20. اخر السنه في الفاينل بيجي سؤال عليه ريتن او سؤالين عليهم 10، ف30 درجه من الجنرال توكسيكولوجي ده في الريتن بس. ما فما بالك بقى بالام سي كيو، وما بالك بالشفوي في الجنرال توكسيكولوجي. هو اكبر موضوع عندي في التوكسيكولوجي واهم موضوع على الاطلاق. فما تضيعش منك حوالي 40 درجه من ال100 عشان ما تذاكرش الجنرال، فتركز عليه جامد. تمام، الجنرال ازاي انا بتعامل مع الحالات اللي هتجي لي الاستقبال، اعمل لها ستوليزيشن واشخصها ازاي، واعمل لها ستوليزيشن لحد ما ارجع. عندي موضوع مهم زي التوكسيدرومز موجوده فيها ونتكلم عليها، وازاي اعمل غسيل معدل، غسل كلافاج، وازاي اعمل اندكشن وبومتنج، وازاي بعد كده اعمل غسيل الامعاء كلها، وازاي اعمل هيمو دياليسيز، غسيل خاله وبروتينال دياليسيز والهيمو بيرفيوجن. فايش اللي هنتكلم عنه بالتفصيل، وازاي اعمل مانجمنت للكوما او اعمل مانجمنت للريسبيريشن. الكوما من اهم المواضيع الموجودة عندي في الجنرال، ومعاهم التوكسيرومز والكوما كوكتيل. تمام، فالجنرال الموضوع كتير وكبير بس مهم. تمام، وبعد كده هيفيدني في الدروس اللي بعد كده في التوكسيكولوجي، ان هو هيفهمني همشي ازاي في المادة بعد كده. تمام كده، ده الجنرال. تمام، الجنرال حوالي 30 صفحة، وبابا عملنا تجمعات في الآخر من مختلف الكتب برضه بحيث تسهل على النت. جمعت الأنتيدوت كلهم، كل التوكسيدرومز في الآخر برضه، بعد كل شابتر هتلاقي أهم الأسئلة الموجودة فيه، وأهم التجمعات اللي ريليتد في المادة عندي موجودة في آخر كل شابتر. من اهم الدروس عندي والحاجات اللي سبيسيفيك للتوكسيكولوجي الكوروسيف في المواد الكوي، سواء كانت احماض او كلويات. ادرس بقى اللي بتعمل لي لوكال اكشن واللي بتعمل لي ريموت. ريموت اكشن اللي هو السيستم اكشن بالكوميونيكيشن بتاعتهم بالمانجمنت بتاعهم. ادرس الكربوليك اسيد والفينول اللي هو الفينول او الفينيك اللي بتعرف عنه. وبرضه بنحاول في التوكسيكولوجي ان احنا نحط لك شكل المواد او العلب او الدراجز، بحيث ان انت تاخد فكره عن كل حاجه برضه، لان ممكن في الاستقبال يجي لك يقول لك انا خدت من ده، فلازم برضه تكون خدت فكره عامه. الاورجانوفوسفورس كومباوند، الانسكتسايد، المبيدات الحشريه برضه انت خدت عنها فكره. في الفارما تمام، بس احنا هندرسها برضه من مختلف تاني، في معلومات كتير مشتركه بنقول في كل الشابتر الحاجات المهمه والريليتد ليه، سواء التريتمنت بتاع الحاله، الانتيدوتس. الانتيدوتس اللي هو المصدر او المضاد بتاع السم ده. تمام، لازم كل الانتيدوت اللي موجوده في المنهج بتاع الجنرال توكسيكولوجي او الموجوده عندي على مدار دراسه التوكسيكولوجي كلها لازم اعرفها كلها، بالانديكيشن بتاعها، بالكونترا انديكيشن، بالدوز بتاعتها، اعرف كل حاجه على الانتيدوت، لان دي تقريبا من اهم الحاجات الموجوده عندي. نفس انت برضه لقيت الانسكتسايد والرودنتسايد اللي هو سم الفئران. تمام، برضه هناخد برضه عن فكره ان بيحصل تسمم الاطفال بسببه او ياكل الاستيكنين. ده كله ريليتد عندي للاورجانو الانسكتسايد اللي من ضمنها الاورجانو فوسفورس كومباوند اللي على راسهم. البلانت بويزنينج الالكالوز اللي هو على راسهم الاتروبين. هتقعد برضه انت اخدت فكره عن الاتروبين، بس احنا برضه بنعرف هو جه منين وبيشتغل ازاي والاعراض بتاعته وعالجه ازاي لو حصل منه بكتيريا. الايربوتس المقنع بس من بنات الازهر مش موجوده كله. الاكوتين بويزنينج هيطلب منك في العملي. الانتي هيستامينك برضو من المواضيع اللي مش مهمه، وبرضو احنا ناخد فكره بسيطه عنه. الهيدرو كاربونز، الكيروسين، الكيروسين اللي هو الغاز الابيض. تمام، برضو من الدروس المهمه عندي، لان بيحصل تسمم الاطفال كتير بسببه. يدخل الجراج مثلا ولا حاجه في علبه موجوده فيها يشرب منها، فلازم تتعامل مع الحاله عن التونين. الموضوع اللي هو الناس اللي بتشم الكل والحاجات ديت عشان اعرف الصادن او ستيفنس سيندروم. برضه من الحاجات السلسليت اللي هو الاسبرين والباراسيتامول من الدروس المهمه. زي ما قلت لك احنا بنمشي على اسطمبات في التوكسيكولوجي، هتلاقي كل دروس ماشيه نفس الاسطمبه. ببدا بالدرس زي ما كنت اخدت في الفارما،
بيجي ازاي او بستخدمه في ايه، بيشتغل ازاي، ممكن يحصل التسمم ازاي، بيشتغل ازاي الميكانيزم اوف توكسيكولوجي او الباثو فيسيولوجي، من اطلع من اللي هو بيشتغل ازاي اعمل اكزاجيريشن للكلينيكال ليكشر بعملها وبديل الكلينيكال ليكشر بتاع التوكسيكولوجي، ثم بعد كده لو اشخص ازاي الحاله، ثم بعد كده اعالج الحاله ازاي. تمام، فاي درس في التوكسيكولوجي من اللي عمالين نقولها دي هتبدا بيشتغل ازاي، ومن هو من طريقة الشغل بتاعه هتطلع عندي الكلينيكال بيكشر بتاعت التوكسيكولوجي، ومن الكلينيكال بيكشر هتعرف تعمل ازاي دايجنوزيس، ومن الدايجنوزيس اكيد اتأكدت ان هو التوكسين كذا، فهتبدأ تعالجه او تعمل له مانجمنت. تمام، والمانجمنت عندي انا باخد اسطمبة او بلوك او سكين في الجنرال توكسيكولوجي بمشي عليه، بعد كده في كل الدروس يعني ببدا بالاستابلايزيشن اخلي الحاله مستقره، ثم دي كونتامينيشن ابدا ازيل السم من العيان، ثم بعد كده السبيسيفيك تريتمنت حول لي انتيدوت، هقوله ملوش انتيدوت خلاص هعمل سيمتوماتيك تريتمنت. السيفيز زي ما قلنا هتكلم عن الديجيتاليز وده اهمهم واشهر واحد فيهم، والبيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر والنيتريتس والميتوجلوبينيميا اخد عنهم فكره بسيطه. تمام، ولكن اهم حاجه فيهم الديجيتاليز ومعاهم برضه السيروفيلين تبع السي بي اس دراج. تمام، بعد كده التوكسيك جاز من الحاجات السبيسيفيك اللي هي الكربون مونوكسيد السايلنت كيلر، زي ما بتشوف الناس ممكن عايز ينتحر ولا حاجه يفتح يقفل الجراج عليه ويشغل العربيه ويفضل يشم في الغاز اللي طالع اللي هو الكربون مونوكسيد، لانه هو بينلس او كيلر او سايلنت كيلر بيموت من غير ما يحس. تمام، فحالات الانتحار كتير وعالجه ازاي، والسيانايد اللي هو اللي بيستخدمه الجواسيس والحاجات ديت برضه لانه بيقتل في ثواني ما بيقدروش لو ما لحقتش ان يديله الانتي دوتس، عشان كده تلاقي المخابرات هم بيقبضوا مثلا على جاسوس ولا حاجه معاهم الكيتس بتاع السيانايد، عشان لازم اخده في اقل من دقيقه لازم اديله الانتي دوتس، لو ما لحقتوش خلاص هيموت منه ما اقدرش منه، بيقتل السيتوكروم اوكسيديز انزيم، كده واخدين فكره عنه في الفسيولوجي. الهيدروجين سلفايد اللي هو الغاز بتاع البيض الفاسد او الصرف الصحي، برضه نفس الاسطمبة هنمشي عليها في كل الدروس. الترجاز اللي هو الغاز المسيل للدموع ما بنشرحوش لانه ما بينزلش برضه، بس بنقول عنه فكرة. الهيفي ميتالز التسمم بالمعادن الليد على رأسهم، ومن الموضوع اللي كانت مهمة ان هم هو قل اهميته لان ما عادش عندي المواسير اللي هي فيها الليد اللي كانت بتحميني. توكسين الكورونيك اللي هو البلامبيزم اللي هو المرض بتاع السباكين. تمام، بلامبيز الاكوت مش كومن بتاع الليد. الايرن اللي بقى على راس الهيفي ميتالز لان الايرن بقى يتحط كمكمل غذائي في النوتيلا مثلا للناس الحامل، مثلا ستات الحامل او كده، فيجي ابنها ولا حاجه الصغير ياخد منهم، فيجي ابنها ولا حاجه ياخد العلبة وياكلها كلها فيدخل مني في اكيوت ايرون توكسيسيتي، ده بنشوف كتير، فعشان كده بقى بيهتموا بالايرون كتير ومن الدروس المهمة ليه اللي ثم الميركري مش الموضوع المهم، وعلشان برضه ممكن تكون انت مش واخد معلومة ان الميركري اللي موجود عندي في الترمومتر الزئبق غير سام، عشان كده هتلاقي انت طالع عندك فكرة ان ما ينفعش تكسر الترمومتر الزئبق في وقت علشان الزئبق سام، لو بلعته ابسولوت خالص لان ما بيحصلوش ابزوربشن من الاشعه التيمي. المهم، ولكن انا بخاف بس من الازاز اللي موجود بتاع الترمومتر، عشان كده ما برضاش احطه في الاطفال. الميكرونيزم الارزينيك مش مطلوب من كل الجامعات لان شمس انا مطلوب عندنا البنات بس، مطلوب منهم الارزينيك علشان الارزينيك ونزل لهم امتحان الدور الاول. تمام، الارزينيك اهميته بترجع ان هو ده التسمم او السم اللي اتسمم بيه نابليون. تمام، واكتشفوه بعد كون من كده، لان هناخد بعد كده ان الهيفي ميتالز او التسمم الهيفي ميتالز بيترسب في الهير والنيل والبون والتيس والحاجات ديت، ممكن تاخد فتره كبيره لحد ما تتحل، فانا ممكن بعد ما الشخص يموت بعشرات السنين اقدر اشخص ان هو كان متسمم بهيفي ميتالز ايه. تمام، ده اللي تأكده ان نابليون كان بيستخدم زمان كتير الارزينيك لو ان هو كان متوفر، وبيعمل لي اعراض شبه اعراض الجاستروانترايتس، فالشخص صعب ان هو وملوش طعم ولا ريحه ولا لون مميز في الاكل، فالشخص ما بيقدرش يميز ان هو بيتسمم ولا الكحولز او الفولاتايلز. هناخد الايثانول
برضه نفس الاسطمبة اللي نمشي عليها، والميثانول والمثال الكحول، الميثانول اللي هو الكحول الأبيض، الميثانول الكحول الأحمر، تمام. وأنواع الخمور بقى اللي بتدخل فيها الإيثانول والميثانول الخمرة المغشوشة، الإيثايلين جليكول ده سائل برضه كنا بنستخدمه في الجراحة. ثم هنبدأ بقى في موضوع الديبين ده، اللي هو الإدمان بقى والأعراض بتاعته، وأعالج الإدمان إزاي. زي ما شفتوا كده التوكسيكولوجي لسه ما تخلصناهوش ومواضيعه كتيرة، والناس برضه بتزهق من التوكسيكولوجي، بس برضه هتحاول تعرف وتشد حالك، لأن السنة ما تقولش ربيع الطب وتركن وتنام وتراكم المنهج عليك، لازم تبدأ بأول بأول من أول السنة وتمشي بريد كويس. ماشي، تدلع وراحتك، بس امشي بريد كويس طول السنة عشان ترتاح بعد كده، وما تتزنش زي الناس اللي اتزنت السنة دي مع إنهم قاعدين قبل الامتحان، هم بـ4 شهور في البيت بيتزنوا قبل الامتحانات، لأنه كله قاعد. النهار فاضي في دين إن الناس يسمعوا المراجعة وبدأوا ويسألوا، والناس مطمنة خالص. الفود بويزنينج انت اخدت فكرة عنه قبل كده، بس برضه من الدروس المهمة فيه البوتوليزم، برضه البوتوليزم مهم عندي. التشاينيز ريستورانت سندروم من الحاجات المشهورة، التشاينيز معروفين من زمان، ادونا 4 شهور اجازة بسبب الكورونا، وبرضه المطاعم بتاعتهم مشهورة بالتسمم. البوتوليزم ده الأهم موضوع فيه وعندي برضه ديفرنشال السكواتيرا، اسكمبريد، أنواع السمك، هذا الماكريل، وفي فيه برضه أنواع السموم الهستامين في زيادة. الأنيمال بويزنينج هنتكلم بقى عن السنيكس، الثعابين، الأنواع بتاعتهم والأتعامل معاهم إزاي. برضه لو واحد جالي الاستقبال على عكس ما الناس بتعمل، ان هو يفتح الجرح يمص منه يقفله بتورنيكيت، والحاجات ديت كلها ديت حاجات ممنوعة خالص، ممنوع ان انا اعملها وغلط خالص. وانا نعرف بعد كده ازاي هو الطريقة الصح اللي انا اتعامل بيها مع عضة التعبان او عضة العقرب، تمام، فنتعامل معاه ازاي، او السبايدر العناكب، تمام. وانواعهم السبينش فلاي ده كانوا بيستخدموها كقواعد جنسية برضو، اعتقاد خاطئ وبيحصل منها مشاكل. التيك باراليسيز برضو الناس أخدت فكرة عنه برضو في سنة تالتة. ثم نبدأ بقى بالمجموعة السي ان اس درامز، السايكوتروبكس، سواء الانتي سايكوتكس، وانت اخدت عنها فكرة، الانتي ديبريسانت، والتراي سايكليك، والنيو، والليثيوم، المانيك ديس اوردر، السيداتيف هيبنوتكس، الباربيتوريت، البنزودازيبين، والانتي كونفالزانت. زي ما انت شفت بقى كده، انا تقريبا هاخد كل الدراجز اللي انت اخدتها في سنه تالته في السي بي اس والسي ان اس، عشان كده احنا بنقول 70% من المنهج هترتاح لو انت مذاكر الفارما كويس، تمام. انا مش عايزك تذاكر كل الفارما، بس انا عايزك تعرف البيزك بتاع الفارما لكل حاجه كان بيشتغل ازاي، ومن الشغل هتعرف تطلع منه الحاجه. فاللي كان مذاكر كويس فارما هيرتاح معانا جدا في التوكسيكولوجي ومش هيخص حاجه. تاني اكبر شابتر في التوكسيكولوجي اللي هو الدراج ابيوز او الديبندنس. برضه انا لقيت في ترتيب الكتاب ان الدروس تكون مترتبه على بعض، وتقريبا نفس ترتيب عين شمس، بس برضه الدروس الريليتد لبعض خليتها ورا بعض معانا في الشرح، تمام. الدراج ديبندنس والدراج ابيوز من الشبات المهمه ولازم تنزل عندي في امتحان الادمان او اساءه استخدام الادويه، وهي ادويه الجداول وهتعامل معاها ازاي، والاعراض والميديكال هازارد وهتعامل معاها ازاي كجنرال. هاخد الاوبيويد، الافيون، والريليتد والحاجات، سواء بقى الديبندنس الادمان بتاعها او الاكيوت توكسيستي، واحد والترامادول على راس القايمه، ومن الحاجات المهمه بيعشقوها عندنا جدا في القسم، لازم ننزل منه سؤال كل سنه، لولا بس انهم لغوه السنه دي علشان الظروف اللي حصلت كان نزل منه سؤال في الامتحان. الكنابز، الكانابينويد، الحشيش، سواء الاكيوت توكسيستي والكرونيك توكسيستي بتاعته، النيكوتين برضه لو طفل اكل سجاير، او الامفيتامين اللي بيسموها حبوب الطلبه برضه لو حصل منها ادمان، الكوكين، تمام، برضه لو حصل منه كومبانيشن مع حاجه تانية، وايه الاعراض بتاعته، الاثليتيك بيرفورمانس انهانسر، تمام، المقويات الجسديه، تمام. ولسه سبحان الله انا بسجل حلقه اهو امبارح، او معرفش ايه، مصطفى اليوتيوبرز، معرفش مصطفى ايه كده، اللي هم عاملين عليه ضجه بسبب ان هو برضه
تقارير الطب طلع من المستشفى ان هو كان بيتعاطى عندي حاجات انابوليك ممنوعه المفروض ما ياخدهاش، بالاضافه ان هو كان بياخد ترامادول والحاجات ديت. الحاجات ديت بالاضافه ان عندي جينيتك عملت له جلطه، وربنا يرحمه ويصبر اهله. تمام، وكده خلصنا التوكسيكولوجي. في الاخر برضه شويه تجميعات لاهم الحاجات المهمه برضه حاطينها عندنا والامتحان اللي قبل كده. تمام، وبكده ان شاء الله يا شباب خدنا اوفر فيو على المنهج. طبعا احنا ما بنقولش اللي ايه مهم ولا ايش مهم، عشان برضو لو عايز تاخد نبذه عن المراجعه عندك موجوده على القناه، عاوز تاخد نبذه عن اهم الاسئله الموجوده عندك برضو فيديوز ريليتد للشيت نظام الكليس الشيت عندك نظام كلاس 2 بي. تمام، ربنا يوفقكم يا شباب ونشوفكم على خير ان شاء الله.